الى ركنية عراقية. شوف المخرج يحس، عنده احساس. يلا 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 يا امجد، يا امجد يا عطوان، الثاني للعراق. كرة تلعب عالية خطيرة، رأسية، الله الله، خلوني أعيدها، خلوني أعيدها. قلت ولا ما قلت؟ قلت ولا ما قلت؟ افرح يا عراق، افرح افرح يا مجروح، افرح. هكذا هو العراق، هكذا هو العراق. عليك مني سلام الله يا وطني، مهما دج الليل إن الفجر يأتيني، يأتي والله يأتي يا عراق. كنت أعلم؟ كنت أعلم؟ نعم والله وحده يعلم، لكنني أعرف العراقيون جيدا. نعم أعلم ماذا لديهم. علاء عباس وضع العراق فوق الرأس. لا يا إيران، ليس الآن، ليس الآن يا إيران، حان موعد العراق حسب التوقيت المحلي للعراقيين. نعم نعم، قلت بأن التاريخ يقول 2-1، وأقول لكم بأن التاريخ لا يكذب. الله يا عراق، الله يا أسود الرافدين. هنا لدينا الدقائق الأخيرة تكمل، جي الثاني، قلنا هسه يجي الثاني، وجي الثاني أمامية. ابعد ابعد الخطر، ابعد. افرح افرح وكأنك لم تفرح من قبل. أنتم أيها الثكالة، أيها المجروحون هناك في كل مكان، انتفضوا لهذه الفرحة يا عراق. نعم تستحق، والله أكبر. قلت فدوى عيني على العراقيين، العراق يستحق هذا الفرح، هذا العمل، هذه المباراة. فنيا كان أفضل وقدم كل شيء. الله، زفوهم بالتكابر، زفوهم بالتوك توك. نعم ليوصلوا، زفوهم بالتوك توك. هناك في العراق فوز إلى النقطة العاشرة يا عراق. مباراة للتاريخ، مباراة في وقتها، والله جاءت في وقتها هذه الفرحة العراقية. لكم مني كل تحية. هسة أعود للزميل خالد جاسم، تفضل عيني، لك الكلمة.